صباح الخير عليكم، صباح الورد، صباح النور. انا اليوم فرحانه بزاف بزاف، حيت البارح سافرنا وجينا لمدينه امستردام. ما صورتش الصراحه وما بغيتش نحط زعما وانا كاينه في المطار وانا جايه بحال قلت غير غادي ياخذ ليا ويعمر لي الفيديو غير هكاك، ما غادي يفيدكم بوالو، من غير انني رانا جيت من مطار مراكش اللي خاوي بزاف، لا علاقه مع مطار ديال الدار البيضاء. وبديت الفيديو انا من لوتيل اللي واخدين هنايا في امستردام، وغادي تلاحظوا معايا غادي نبقى كنهضر معاكم حتى نوصل لاهم ساحه في امستردام. ما تصوروش زعما هاد المدينه شنو كت ماشي كتمثل ليا زعما شحال كتعجبني، وما كرهش زعما يقولوا لي من غدا انا خاصه اسكني فيها صراحه. غادي نجي بلا ما نتردد بلا والو، لان هاد المدينه كتعجبني بزاف بزاف بزاف. كنت جيت ليها في 2012 وكانت هذيك هي اول رحله ليا لاوروبا. كنت مشينا لفرنسا ومن بعد خدينا هذا تي جي في لامستردام، و صراحه عجبتني بزاف. وولدت بنتي في 2014، في 2015 فاش بغينا نسافروا قلنا فين غادي نمشيو، بغينا شي مدينه اللي هاد ونقدروا نتحركوا عليها رجلينا بزاف، واللي هذا واختارينا وعدنا رجعنا لها، لان المره الاولى كنا جلسنا فيها غير يومين بحال درنا غير دو باساج وصافي ورجعنا لها. وهي فاش اكتشفت شويه مدينه ومدن اخرى، والصراحه هاد المدينه ما يمكنش زعما شفت بزاف البلدان، ولكن هاد المدينه هي الاقرب لقلبي. غير باش نقول لكم راك شفتوا لوطيل اللي قلت لكم رانا نازله فيه دابا، فماشي بعيده عليا اهم ساحه في امستردام واللي هي ساحه ديال دام. قلت لكم انا وحده هاد الساحه ديال دام اللي كتعتبر اهم ساحات واكبرهم في امستردام، وفيها عده مباني زعما للسياحه وداكشي، وفيها اهم متحف زعما اللي كاين في بزاف الدول الاخرين اللي هو متحف ديال الشمع مدام توسو. ها هو غادي يبان لكم هنايا في الجانب، انا غادي كنقرب ليه. فوالا شوفوا معايا المدينه كيفاش نقيه والدنيا غزاله. اليوم الجو شويه سخون، انا البارح جيت وصلت في الليل كان البرد شويه في الليل، ولكن دابا الجو شويه سخون. فوالا هذا هو متحف ديال مدام توسو، هاي هي الدخله ديالو. كنظن الدخله بالنسبه للكبار ب 24 اورو شي حاجه، وبالنسبه للصغار شي 19 اورو شي حاجه. فوالا هذه هي الساحه كيف ما كتبان لكم. غادي نصور لكم مدام توسو من هذه الجهه هذه، الا كتشوفوا مارش كيبان لكم الفوق راه كاين السياح اللي داخلين ليها دابا. كتشوفوا فيها اهم زعما التماثيل ديال زعما يا ممثلين يا مغنيين يا بزاف زعما الشخصيات اللي معروفه، وفيها متحف زعما الناس اللي بغاو يشريو شي حوايج زوين صراحه الناس اللي بغاو يدخلوا ليه. وهنايا هذا اللي كتشوفوا قدامي، فهذا نصب تذكاري الوطني، انا غادي نقرب شي شويه باش يبان لكم. فهذا من اهم زعما النصب التذكاري اللي كاين في هولندا، اللي تم الانشاء ديالو في 1956، وهذا النصب داروه لاحياء ذكرى ضحايا الحرب العالميه الثانيه، والنزال هذا اللي داير هذا متنكب في هذا الملابس هذا باينه في غير شي مغربي هذيك الجلابه ماي جاد. ايوا شوفوا هذا حتى هو
لقاو بليصات باش تاكلوه ما علينا. بون هذه هي اهم ساحه في امستردام. امستردام جميله. بون انا غادي نبقى غاديه ونصور لكم شويه باش تعرفوا اكثر على هذه المدينه ونقول لكم اهم البلايص اللي تقدروا تزوروهم. الستاسيون ديالهم ديال الترام ديال ديال تي جي في يعني السونتر تاع ديال امستردام. انا قريبه لي لان هادشي بحال متقارب بيناتو. كوكو. ومن بين الاشياء اللي تقدروا ديروها عاوتاني في امستردام فهي تقدروا تاخذوا دي بلاص باش ديروا توف لي كانال ديالها. كنتمنى انكم يوصل لكم زعما الجو اللي كاين معايا. صراحه ما كرهتش نوصلوا لكم. صراحه ممتع انك تدور في امستردام. فوالا الناس كيدخلوا لهاد لي كروز كيفما شفتوا 12 اورو للناس الكبار و 8 للبيبات الصغارين. انا بغيت ندير الطوغ ولكن بغيت ندير حتى مع الوقت ديال الغروب كيكون الجو شويه بارد وحتى كيكون الضو زعما اقل وكيكون الجو رومانسي. نقول لكم بلا انا ما غاديش ندخل بزاف ديال المتاحف وداك الشيء لانني درتهم تقريبا زعما كاع داكشي اللي كنت باغيه ندير درته فاش كنت جيت في 2015 وحتى فاش كنت جيت في 2012. دونك ما غاديش نعاود ندخل ليهم. غنحاول غير اصلا انا درتها غير هذه غير دو باساج ماشي هذه الوجهه ديالي ديال السفر. هنايا اللي كتشوفوا هنايا القدام فهذه هي سونتر ستيشن ديال امستردام فين كاين تران وقيل حتى ماشي الاغلاق ما علينا تران وكاين تي جي في و محطه زعما كبيره بزاف بزاف. فوالا غادي نمشي باش نوريها لكم من عن بعد. غنحاول نقلب لكم شي شويه. مو هادي هي سنترال ستيشن. كاينين دي طرافو قدامها. وغادي نوريكم المنظر اللي كان اللي كنت جايه من عليه. كيف ما كتلاحظوا دابا هذيك هي سونترال ستيشن. فوالا وإلا مشيتوا على اليسار ديالكم وبقيتوا ماشيين تقدروا تمشيو على الرجل فليها كاين متحف ديال العلوم. صراحة هو فيت أنا داخلة عليه هو ممتع بزاف لوليدات الصغارين حيت كيدير لهم هذوك التجارب. وكيفما كتعرفوا بلا راه أمستردام فيها بزاف ديال لي بيسيكليت والناس كيكريوهم وقال لك بلا الدراجات هنا الهوائيه فعندهم تقريبا اكثر من زعما الناس اللي في امستردام بحد ذاتها. غير هو ما ننصحكمش انكم تاخذوا بيسيكليت وتدوروا بها في وسط المدينه. علاش؟ لان كتكون يلا انت كتكتشف المدينه وما كتعرفش مزيان صراحه القانون ديالهم فين خصك توقف فين خصك هذا حتى كتفاجئ بهذا. وهما الناس زعما الهولنديين اللي كيسوقوا الدراجات فراه كيمشيو بواحد السرعه يعني انت بحال الا بقيتي غاديه وكتشوفي ولا غاديه وكت زعما باغا تصوري وهذا كتعرق لي السير. إذا إيه بغيتوا ديروها كتجربة فكننصحكم أنكم ديروها في زعما في شي بلاصة اللي تكون خاوية ماشي في وسط المدينة.
ما عرفت واش غادي نوصل انا لواحد المتحف اخر اللي غادي نقوله لكم. انا غادي نشوف الى صورته الى وصلت ليه، وهذاك ما وصلتش ليه بون انا غادي نقوله لكم. فهو كان من وراء هذاك المتحف اللي قلت لكم ديال العلوم، من وراء النيمو نيت في هذا الاتجاه هذا. فهو المتحف البحري، هو من اهم المعالم السياحيه في امستردام، وكيتعتبر المتحف الوطني ديال المدينه. كيبين تاريخ ديال الملاحه الهولنديه، وكيحكي باش زعما كيوريك بعض المغامرات ديال الهولنديين زعما في واحد السفينه اللي عبرت الشرق. زوين، ما علينا. اللي كان باغي يجي لامستردام وباغي يشوف هذا الشيء زعما اون ديتاي يصيفط لي، غنخلي لكم فيسبوك ديالي ونصيفط ليه لي فيديو اللي خدينا في زعما من قبل، اولا الصور اللي خديت من قبل غير باش نقرب لكم الصوره وصافي. هو هنا كيبان هذاك النعمو، فوالا ها هو القرب. فهو بحد ذاته من برا مصايبينو زويون. دابا هذاك امستردام سنترال ستيشن بحال خليناها ليا، وكتجي غير على رجليا اللي حتى لقيناه. وهذاك اللي كيبان من اللي هاوا، غادي نقرب لكم الصوره. هذا هو هذاك المتحف ديال البحريه اللي قلت لكم، وكاين حداه واحد الباطو. انا باقا دابا كنتمشى نحاول ناخذ زعما قريب اون فوتو. هو المتحف، ما عرفتش غادي يبان لكم واحد الباطو كاين تما، هذاك الباطو اللي كتدخلوا ليه وكتشوفوا. صراحه ما قدرتش نقطع لان ما عنديش منين نقطع هنايا، خاصني نضرب واحد المسافه. دونك ففضلت انا نصور لكم بعدا غير من هنايا، لانني انا دابا غادي ندور غادي نكمل طريقي من هنايا. هذا اشهر شارع كاين في امستردام واللي هو ريد ديستريكت. خاصني نقولها كمعلومه، فهو هاد الشارع فيه بائعة الهواء. كيف ما كتعرفوا بالله هولندا هادشي مقنن وعندهم الرخصه وعندهم كل شيء، فهذا هو اشهر شارع فيها. فقط باش نقول لكم واحد المعلومه، وهو بالنسبه للناس اللي كياخذوا الكحول، فهنايا راه الا خديتي الكحول في يعني في البابليك، يعني ماشي في شي محل ديالو، فراه كتخلص غرامه ديال 95، هي كيف ماش مبينه 95 اورو. وكاينه واحد الا شفت واحدة اخرى عاوتاني، الناس اللي تبول شي واحد في الطريق فراه كيخلص 140 اورو. هادو هما جوج غرامات اللي هاد الساعه عرفت. حاجه واحده اخرى، فانتوما ممنوع عليكم منعا باتا انكم تصوروا هاد بائعة الهواء ولا سميتو، لان ما كتعرف البوليس امتى وقفوا عليك، وما عرفتش شحال الغرامه، ويقدر شي واحد يدخل من هادوك اللي كيكونوا في هادوك، يقدر يهرس لك الكاميرا او لا طرا شي مشكل. حاجه واحده اخرى، الى سولوني يعني بنات قالوا لي زعما واش امنه امستردام، ان بنات يجوا بوحدهم زعما ما معاهمش شي راجل، فهي امنه. انا كنا من قبل في اوتيلات اللي بعاد على المدينه، وصراحه ما زعما ما كانش نهائيا نهائيا، ما عمرنا حسينا بالخوف ولا نهائيا. الناس كل محترم راسو، كل ديها في راسو، زعما ما كاينش لي اديك ولا غير هكاك. الحاجه اللي مشهوره بها هولندا وهي بيع ورود ديال التوليب، وحتى هاد لي صابون كتلقاهم بارتو جميع الاحجام. Thank you.
بقينا مازيان على رجلينا اللي حتى وصلنا. الا لاحظتوا زعما ما احتاجيناش اننا نركبوا يا في الترام يا بوس يا زعما اي وسيله ديال التنقل. اللي حتى وصلنا للمتحف ديال من اشهر الرسامين الهولندي فان جوغ. هذا هو المتحف، ها هو كيبان لكم هنايا، وهذه الساحه قريبه ليه. وعن مقربة ليه كاين هذاك السين ديال اي امستردام. انا ماشي غنطلع ليه دابا. هذاك متحف ديال الفن اللي انفاس معنا دابا. بعد هنا المساحة الخضراء والجريدات وداك الشيء كاين بزاف. كاع العايلين كيرتاحوا بالشوفه.